هكذا أضحت مدارس بلدة الفوعة في ريف إدلب، والمحاصرة منذ أكثر من 10 أشهر من قبل المجموعات المسلحة. القذائف وقوارير الغاز التي أطلقها المسلحون دمرت صفوفها وخربت باحاتها وملاعبها، لكن إرادة التعليم لدى أطفالها وأبنائها بقيت أقوى بالرغم من كل الظروف الصعبة التي يعيشونها داخل بلدتهم. مدارسنا شبه مهدمة، لكن رغم هذه الأمور الصعبة استطعنا أن نفتح مدارسنا ونستمر في تعليمنا لأطفالنا. أنا بحب يوصل صوتنا ومعاناتنا لكل الأمم المتحدة ولكل العالم حتى يحسوا بالشيء اللي نحن هلأ عم نحس فيه. نحن عن جد تعبنا، نحن منطالب كل العالم أنه يفكوا أسرنا لأنه نحن هلأ عم نموت. لم يكن من السهل أن يتابع طلاب بلدة الفوعة دراستهم، فلا إمكانات مادية ولا تدفئة بالرغم من طبيعة المنطقة الباردة. هم لطالما تغيبوا نتيجة القصف العنيف طويلاً، وإذا حضروا فإن هاجس القذائف يرافقهم. اختاروا لفرص استراحتهم ما يقيهم القصف، فابتعدوا عن ملاعب المدرسة وباحاتها التي باتت خالية من طلابها. ما في عندنا مادة المازوت، عم يجوا بالبرد وفي عندنا برد شديد. المدارس غير مهيئة لأنه تكون مناسبة للتدريس، ورغم كل القذائف ولحد الآن أساس هدنا يعني، بس لحد الآن في عالم عم تنقنص والشهداء لساتها مستمرة، لحد الآن قذائف مستمرة. نحن عم نرجع المدرسة رغم البرد وكل الظروف الصعبة، لا تدفئة ولا شيء ولا كتب لحتى نتعلم. نحن نطلب من كل الدول حوالينا العربية أن نفكر حصار عننا. كنا في المدرسة، تصورت أنا وتصور أخويا، واستشهد أخويا وأنا تصورت في عيني، وأمي استشهدت، نتمنى يفك عنا الحصار. معظم المدارس في الفوعة بات لا يصلح للتعليم، ولا سيما أن إحداها عند أطراف البلدة دمرت بالكامل نتيجة وصول إحدى الآليات المفخخة إليها، أما التي فتحت أبوابها فإنما بهدف تحدي الموت بالتعلم.